FM. رجعنا لكم أعزائي المستمعين تو 10:20 فقرة مارشي نيوز. مارشي نيوز. مارشي نيوز اليوم إن شاء الله باش نبداو بأسوام الغلة في السوق التونسية، باش نبداو كما العادة بالشنوة بين 15100 و 2500، التنسون زاد كيف كيف بين 15100 و 2500، لانزا 6500، الكريمة بون ما عادش موجودة هي برشا 7500، التفاح 4500، الدقلة العرجون من 7000 حتى تكش 10000، الليمون بين 2500 و 3500 وساعات الخو حتى ب 4000. هذوما اسوام الغله امونة. وانا باش نهز نعمل بكم دوره على الخضره. اليوم البصل دينار و 500، الفلفل الحلو والحار 3200، البطاطا دينار و 600، المعدنوس 600، الطماطم دينار و 600، الكرنب دينار و 200، والجلبانه 5500، غاليه شويه الحق ما بين 5500 و 600 و 6000 بليتو، والبسباس دينار و 200. وتو باش نحوت عليكم شويه بسوام الحوت. بون هي صحيح غاليه شويه ما ميسالش. عندنا الدوراد ب 18600، الشورو 5800، التريالي حمراء 15800، النزلي 10800، القرنية 38 دينار و600، السوبيا 22800، السردينة الله لي نحاها ب 4000، السكومبري 14 دينار، والبوري 22 دينار و500. واش نخدموا معك انت امونه باش؟ باللحوم نبداو باللحوم الحمراء، البقري بالعظم 23 دينار، الهبره 38 دينار، العلوش 40 دينار، والدواجن الدجاج اللي جاهز للطبخ 9000، وحاره العظم دينار و400. هكا كانت فقره مارشي نيوز.